مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقائنا بيتجدد مع حضراتكم من خلال الاهلي في كل مكان، وكالمعتاد عندنا مجموعه من الاخبار والتقارير المصوره والاتصالات الهاتفيه واللقاءات مع ضيوفنا في استوديو الاهلي في كل مكان، بنتعرف مع حضراتكم من خلالها على كل ما يجري العمل عليه على كافه المستويات، تطوير الانشطه والخدمات وكل ما يتعلق بالخدمات الخاصه بالنشاط الرياضي والكروي على وجه التحديد، وتطوير كل الامور الخاصه بالانشاءات والخدمات والانشطه الترفيهيه وكل ما يحتاج اليه اعضاء النادي الاهلي في كافه المقار والافرع المختلفه. أيضا نتطرق النهاردة مع حضراتكم من خلال الأهلي في كل مكان إلى عدد من القرارات والتوجيهات من مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب إلى كافة الإدارات والأجهزة التنفيذية في النادي الأهلي من أجل الإسراع بتنفيذ كل ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لقائمة الكابتن محمود الخطيب وما تم إنجازه حتى الآن، بنستعرضه مع حضراتكم والجدول الزمني الموضوع وخطة العمل كل التفاصيل بنراجعها مع حضراتكم النهاردة، وبنتوقف مع الكثير من هذه التفاصيل لنتعرف على ما تم وأيضا المستهدف تحقيقه خلال الأيام القادمة بجدول زمني محدد ببعض الاقتراحات والمشروعات اللي بيتقدم بها النادي الأهلي. عندنا كمان زيارة مهمة اللي قام بها مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب إلى مقر وزارة الشباب والرياضة واللقاء مع وزير الشباب والرياضة وكل ما تم التوافق عليه أو عرض وجهات النظر والتصور الخاص بالنادي الأهلي اللي قدمه لوزير الشباب والرياضة، واللي أعلن أيضا من خلال هذا اللقاء وزير الشباب والرياضة أنه مهتم جدا بالاستفادة بهذه الاقتراحات وبرنامج أو خطط العمل المقدمة من النادي الأهلي فيما يتعلق بمنظومة تطوير وتحديث وتأمين حضور الجماهير للمباريات، كل الجوانب الخاصة بأيضا ميكانة هذا الأمر والاعتماد على الجوانب الرقمية أو الإلكترونية، تفاصيل كتير جدا هنتطرق لها النهاردة. وهنتذكر كمان مشوار واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي الكابتن محمد بركات، وهيكون عندنا كمان لقاء مستفيض تفصيلي عن الكثير من الأمور الخاصة بمشواره الناجح لاعب ومدرب الكابتن طارق العشري، وأيضا رأيه في الكثير من النقاط المتعلقة بتطوير منظومة كرة القدم في مصر. خلونا نبدأ بالزيارات اللي بيقوم بها حاليا، التحركات والزيارات الميدانية اللي بيجريها الكابتن الخطيب على رأس وفد ويتحرك مع مجموعة من ممثلي مجلس إدارة النادي ومن ممثلي الإدارات التنفيذية في النادي الأهلي. كان في زيارة مهمة أجراها الكابتن الخطيب وتفقد من خلالها العمل الجاري تنفيذه وعملية التطوير وتنفيذ البنود الخاصة ببرنامج عائلة الأهلي كما جاءت في البرنامج الانتخابي لقائمة الكابتن الخطيب، واستعراض كل أوجه التطوير في الأنشطة المختلفة في فرع مدينة نصر. هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر، هيكون معانا بعد قليل على الهاتف اللواء حسن مسعود مدير فرع الأهلي بمدينة نصر، ونتعرف من خلال هذا الاتصال على ما تم التوافق عليه، توجيهات مجلس الإدارة بقيادة كابتن الخطيب، أيضا الخطوات اللي تمت بالفعل والجدول الزمني والتفاصيل المعلن عن استهداف تحقيقها في الأيام القادمة. معانا على الهاتف اللواء حسن مسعود، مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير استاذ محمد، ومساء الخير على اسره البرنامج والقناه وعلى اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، يا ريت يعني متهيألي جماهير النادي الاهلي واعضائه ومشاهدي القناه اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي عايزين يتعرفوا على كل التفاصيل الخاصه بالجوله اللي تمت النهارده في فرع مدينه نصر، طبعا الوفد اللي كان في النادي بقياده الكابتن الخطيب، واهم الامور اللي تمت مناقشتها واستعراضها مع الكابتن الخطيب اليوم. طبعا النهارده الكابتن الخطيب حاضر النهارده تقريبا الساعه 10 ومعانا المدير التنفيذي ومستشاري الهندسي والمنسق الهيئه الهندسيه وكافه العناصر، وكان النهارده الغرض من الزياره هو تفقد طبقا لبرنامج عائله النادي الاهلي تفقد ما يتم من مشروعات كبيره ومشروعات خدميه تقدم للساده الاعضاء. حاضر النهارده ابتدينا يمر ويطمئن على البرنامج الزمني الموجود ومعدلات الاداء ومعدلات التنفيذ. ابتدى الزياره ب ان احنا في عندنا حضرتك موضوعين، موضوع مشروعات كبيره زي الفود كورت وزي ده الاكستنشن بتاع الحديقه الرئيسيه وزي الكريزي ووتر للمنطقه الترفيهيه والاسوار. في مشروعات او موضوعات خدميه اداره النادي بتعملها بخدمات للاعضاء زي تطوير جميع دورات المياه اللي هي لم تخش في عمليه التطوير. ابتدى الكابتن محمود ابتدى يسمع مننا
ايه هو الاعمال التجاريه دلوقتي ومع التنفيذ معدلات التنفيذ ايه، وده متناشي مع البرنامج الزمني المخطط ولا لا. وابتدى يتفقد عمليا ان احنا توجهنا لكل مكان بالنسبه للخدمات. جميع الحمامات عندنا حوالي 5 حمامات زي حضرتك شايف في الصوره دلوقتي، يتم تطويرها على احدث مستوى. والحاجه اللي احنا الجديده اللي احنا بنعملها ان احنا بنعمل مكان لذوي الاحتياجات الخاصه كل حمام. فقط وابتدى يسال ويستفسر من الناس المختصين وعن مطمئن على معدلات الاداء والجدول الزمني للتنفيذ. والحمد لله كان ماشي باسرع مما هو كان مخطط ليه. في ابتدينا نمر على او يمر كابتن على المشروعات الكبيره، زي ابتدى بالفود كورت اللي هو عند امتداد الحديقه الرئيسيه، وقابل المقاول قبل الاستشاري واطمئن ان معدل الاداء ماشي زي ما هو مخطط طبقا للجدول الزمني. فالحمد لله اطمئن وبص وشوارف، وان شاء الله ميعاد هيكون الانتهاء من هذا المشروع بالنسبه للفود كورت على في نهايه ديسمبر. طب كويس جدا سياده اللواء ان حضرتك بتكلمنا كمان وبتطمن الساده المشاهدين على الجدول الزمني والتواريخ المحدده للانتهاء من العمل ان شاء الله بشكل فيه كفاءه عاليه جدا كما هو معتاد في اي عمل بيقوم به النادي الاهلي. عايزين نتكلم مع حضرتك او نعرف تقريبيا الوقت المحدد للانتهاء من اعمال التطوير والتحديث في فرع مدينه نصر من داخل وخارج النادي بشكل عام. هو حضرتك طبعا تعرف حضرتك ان في جدول زمني وجدول اداء بالنسبه اللي هيتعمل السنه دي، لا ما ترك اللي هيتعمل كمشروعات كبيره في التطوير اللي هو الفود كورت والكريزي ووتر الترفيه والاسوار. الكابتن مر او رئيس رئيس النادي مر على الثلاث مشروعات الكبيره دي وناقش بالنسبه معدلات الاداء ايه، جدول الزمني ايه. والحمد لله انا بطمنك وبطمن الساده المستمعين او المشاهدين ان معدل الاداء الحمد لله ماشي بنسبه 100% طبقا لما هو مخطط ليه. خلص الفود كورت طلعنا على الاسوار بره واطمئنا على الاسوار وعلى الاداء وعلى النشر. الحمد لله النهارده المنظر بره كان يعني حاجه مشرفه، والاداء ماشي زي ما حضرتك شايف، والمعدلات ماشيه، الاداء ماشي طبقا المعدلات بل اسرع شويه الحمد لله. طيب. احنا المشروعات الثلاثه دولت بينتهوا على نهاية ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله موفقين. وإحنا دلوقتي ماشيين بأداء يعني إذا ما كناش بنسبة 100% قد نزيد كمان عن 100%. طيب سيادة اللواء أكيد التكلفة والتمويل هي الشغل الشاغل لكم جميعا المسؤولين في مجلس الإدارة بقيادة كابتن الخطيب والأجهزة التنفيذية في النادي. عايزين نعرف أكيد حجم المشروعات اللي شايفينها سواء في الفيديوهات اللي بتذاع أو في اللقطات والصور اللي بنشوفها وبنستعرضها على الشاشة دلوقتي محتاجة مبالغ ضخمة جدا ومحدد لها ميزانية ضخمة جدا. أنا بطمن سيادتك إن بالنسبة للتمويل التمويل متواجد وكل مشروع له ميزانيته متخطط لها قبل ما نبتدي، يعني تم توفير الميزانيات قبل ما نبتدي بحيث إن احنا المعدلات تتنفذ وما نتعثرش لأي سبب من الأسباب. فأنا بطمن سيادتك وبطمن السادة المشاهدين إن التمويل موجود ومفيش أي مشاكل بالنسبة لهذا الموضوع تماما. لأن مش ده احنا هذه الأمور متخطط ليها قبل ما يبتدي الشغل في هذه المشروعات. أخيرا سيادة اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، أهمية اللقاءات المباشرة وجها لوجه مع قيادات النادي وأعضاء مجلس الإدارة لحل أي مشكلة بتظهر خلال سير العمل والاتخاذ كل القرارات، يعني زي ما بنقول دايما وإحنا في موقع الحدث نفسه، أهمية هذه الزيارات الميدانية والجولات اللي بيقوم بها أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. بالنسبه لهذا الموضوع بان الساده اعضاء المجلس الساده رئيس المجلس قبل ما نبتدي اي حركه قعد مع الاجهزه التنفيذيه بتاعت النادي الاداره التنفيذيه وناقش ما هو ايه المشاكل، ايه الصعوبات، ايه السلبيات، ايه يعني ما هو المطلوب، واتكلمنا معاه بكل صراحه في كل صغيره وسمع بكل صغيره وكبيره مننا وحللنا حاجات كتير جدا الحمد لله. ثم ابتدينا اثناء المرور مش عايز اقول لحضرتك مدى حب وعشق الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الكابتن الخطيب، لدرجه ان احنا يعني كنا بنتحرك مش عارفين نمشي من كتر التفات الاعضاء حوالين الكابتن رئيس النادي وحبهم، ويعني مش عايز اقول لك والهتافات اللي كانت بتهتف له، وحاجه يعني حاجه رائعه ان التفات اعضاء الجمعيه العموميه حوالين رئيس النادي ومجلس الاداره. وده دايما النادي الاهلي معروف بكده حب وانتمائه للكيان والمجلس الإدارة.
بشكرك جدا اللواء حسن مسعود مدير فرع الاهلي في مدينه نصر، بشكرك على المشاركه معنا، شكرا جزيلا. ويمكن كان اكد في الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره ان اللي هيبني النادي الاهلي وهيطور مستقبل النادي الاهلي هي موارد النادي الاهلي وابنائه واعضاء النادي وجماهيره والمحبين الحقيقيين للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي زي ما اشير له خلال الحمله الانتخابيه وقال كان الكلام على لسان الكابتن محمود الخطيب، قال احنا اكبر واغنى نادي في جمهوريه مصر العربيه، وان النادي الاهلي بتاريخه واسمه ودايما كل انجازاته والعلامات الكامله اللي بيحصل عليها في كافه المسابقات والمنافسات الرياضيه والكرويه محليا وقاريا، هذه نجاحات بتزيد من قدراته وقيمته الاستثماريه والتسويقيه، وفر له اكبر قدر مطلوب من الموارد. فان شاء الله زي ما قال اللي هو حسن مسعود دايما يكون كل ما يحتاج اليه العمل متوفر كما هو مطلوب واكثر ان شاء الله. هنتكلم كمان عن اجتماعات اللجان بيجري العمل فيها على قدم وساق لوضع كل النقاط على الحروف فيما يتعلق باحتياجات اعضاء النادي، الجمعيه العموميه، تطوير وتنفيذ رؤى مجلس الاداره الموضوعه من خلال البرنامج الانتخابي وخطه العمل الخاصه ببرنامج عائلات الاهلي، توفير كل الاحتياجات رياضيا وكرويا وخدميا وانشائيا، تطوير هذه المنظومه. نتعرف أكثر مع حضراتكم على بعض التفاصيل من خلال هذا الاتصال مع الأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا المشرفة على لجان النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا، مساء الخير يا جن، إزاي صحتك وحشني. أهلا بيك يا أستاذ محمد وسعداء بمشاركتك معنا، وعايزين نعرف تفاصيل أكثر عن تنسيق العمل حاليا بين اللجان وما يجري العمل عليه ودور اللجان في عملية التطوير والتحديث الجارية في الفترة دي. طيب خليني أقول لك إن اللجنة العليا دلوقتي هي اللي أصبحت هي المنوطة كحلقة وصل ما بين اعمال اللجان وبين الاداره التنفيذيه. احنا تلقينا دعوه كريمه من الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي العميد محمد بركان، واجتمعنا مع الثمان لجان الخدميه اللي هي تتبع اللجنه العليا. برضو لازم اننا ننوه ان احنا في لجان جديده موجوده دلوقتي في النادي، احنا استحدثنا لجنه الشباب، لجنه القدرات الخاصه ذو الهمم زي ما بنقول عليها لانهم فعلا عندهم قدرات خاصه. اعدنا للحياه ثاني لجنه المراه، وهم لجنه المراه من دور كبير جدا في النادي الاهلي. الاجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب كان كلها تتبلور على تفعيل دور اللجان والانتشار الموجود وتحقيق رغبات الاعضاء الموجودين في النادي الاهلي. ده كان التايتل او الاختصار اللي احنا اتكلمنا فيه في خلال اليومين الماضيين. امبارح كانت الاجتماعات في فرع الجزيره والنهارده كانت في مدينه نصر. امبارح التقينا بلجنه الشباب ولجنه المراه. النهارده التقينا باللجنه الثقافيه، لجنه الرحلات، لجنه الرواد، لجنه القدرات الخاصه. الحمد لله الاجتماعات كانت مثمره جدا بحضور كبير كمان يا استاذ محمد، يعني كان مشارك في الحضور مع الكابتن الخطيب ومع حضرتك والمجموعه المشاركه على مدار يومين هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين في الاخبار الموجوده قدامنا، المستشار الهندسي، الاداره التنفيذيه، رؤساء اللجان، يعني عدد كبير جدا من فريق العمل اللي ممكن يصل الى اعلى درجه من التناغم لتحقيق النتائج المطلوبه. مظبوط، النهارده كان فعلا معانا الاداره الهندسيه المهندس علي كامل و احمد عبد الله والكابتن الخطيب تفقد كل الانشاءات اللي موجوده في فرع مدينه نصر النهارده، دخل تفقد حمام السباحه، لا النهارده فعلا بصراحه كان تواجدنا في وسط الاعضاء والاشراف على كل ما يدور في النادي الاهلي كان على قدر كبير جدا. طيب لو حضرتك حبيت تختار عنوان للنتيجه الرئيسيه اللي وصلتوا اليها من خلال اجتماعات على مدار يومين مع الكابتن الخطيب وعدد من المسؤولين في النادي، النتيجه اللي توصلتوا اليها او المستهدفه بشكل مباشر في الفتره الجايه. تحقيق خدمات إضافية جديدة للنادي الأهلي. إحنا النهاردة صراحة في الخطط بتاعتنا كلها اللي موجودة في الأربع أشهر اللي جايين بنحاول إن إحنا ننمي مهارات جميع أفراد الأسرة في النادي الأهلي، سواء مهارات فنية، مهارات يدوية، نحاول إشراك أكبر عدد ممكن من الأعضاء الموجودين في النادي الأهلي في نشاطات في النادي، وده الأعضاء هيلمسوه في الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا 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 من خلال البرامج الموضوعة من اللجان المتخصصة ومن اللجنة العليا. بشكرك جدا المشاركة معنا، إن شاء الله موفقين في مهمتكم وتأدوها على أكمل وجه، ونشوف مردود ده على مستوى الخدمات والتطوير في كل المجالات في النادي إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا المشرفة على اللجان في النادي الأهلي. كمان في حضور كبير كان مرافق للكابتن الخطيب أولمبيا السلوفيني وإصابة عاشور بكدمة خفيفة في الكاحل وتدريبات تأهيلية للشيخ في ميران الأهلي في كرواتيا. هنعرف تفاصيل أكتر من خلال متابعة زميلنا مراسل قناة الأهلي وزميلنا العزيز أمير هشام. مساء الخير يا أمير.
مساء النور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لنا بقى من خلال متابعتك للمعسكر يا امير، ايه بدايه وصول الفريق والمراحل او الساعات الاولى من بدايات هذا المعسكر، ردود الافعال عند اللاعبين، الجهاز الفني، ارتياحهم لكل الامور اللوجستيه، الامكانات المتاحه للتدريب، الملاعب، الاقامه، كل التفاصيل اللي ممكن مشاهدينا يسمعوها منك دلوقتي. طيب خليني ابتدي مع حضرتك ان امبارح طبعا الفريق وصل لكرواتيا ومطار زغرب بالتحديد، صار وصول الفريق اقل البعثه او اقل البعثه اوتوبيس خاص بيهم لمقر الاقامه الخاص بالنادي الاهلي. يمكن الطريق خد حوالي ساعتين او ساعتين ونص لحد ما وصل او وصلت البعثه لمقر الاقامه. خليني اقول لحضرتك ان الامور هنا والاجواء رائعه جدا ومناسبه جدا لاقامه معسكر اعدادي مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي قبل بدايه الموسم والتحديات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، سواء من ناحيه فندق الاقامه او من ناحيه ملعب التدريب، ملعب اكثر من رائع. بالمناسبه هو الملعب ده اللي كان بيتمرن عليه وكان معسكر فيه منتخب كرواتيا واللي بيشارك في كاس العالم في الفتره دي وبيأدي مباريات بشكل جيد، وصل دور 8، ملعب جيد جدا، ارضيته جيده جدا، الاجواء المناخيه بشكل عام يعني درجه الحراره الصبح بتتراوح ما بين 23 ل 25 درجه مئويه، وده يمكن شيء مناسب جدا من ناحيه المناخ بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. بالليل ممكن الاجواء تكون بارده شويه، لكن يعني برضه مناخ جيد بالنسبه للاعبين وبالنسبه للمعسكر. هدوء تام في المنطقه اللي متواجد فيها النادي الاهلي، المنطقه بالتحديد هي على حدود سلوفينيا داخل كرواتيا، لكن على حدود سلوفينيا، ومنطقه تعتبر هاديه جدا بتبعد عن اي ازدحام او اي دوشه ممكن تكون من دي الاجواء اللي دايما بتتطلبها فرق كره القدم في معسكراتها الخارجيه وفترات الاعداد. بالظبط كده، وهو مكان المعسكر بشكل عام يا استاذ محمد يعني فرق عالميه كتير جدا بتعمل معسكر في المنطقه دي عشان الاجواء كلها مناسبه للتركيز والجديه بالنسبه لاي فريق بيعمل معسكر اعدادي مهم قبل بدايه كل موسم. فبالتالي بشكل عام الاجواء جيده بالنسبه للنادي الاهلي، اللاعبين كلهم بيركزوا بشكل كبير جدا، عارفين المسؤوليه ان هم اللي هم مقبلين عليها، خصوصا دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين البدايه المهتزه شويه بالنسبه للفريق في اول مباراتين. النادي الاهلي عنده نقطه واحده، التركيز كبير جدا والجديه كبيره جدا من اللاعبين والجهاز الفني بقياده مستر باتريك كاسترون والكابتن محمد يوسف، علشان ان شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف في مباراتي تاونشيب المقبلين، سواء يوم 17 او يوم 27، مباراتين هيكونوا مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين زي ما قلت لك يعني هم مركزين بشكل كبير ان شاء الله، وعندهم امال كبيره وعندهم جديه كبيره ان هم يتخطوا عقبه تاونشيب ان شاء الله خلال المباراتين. خليني اقول لك بقى البرنامج الخاص بالفريق، يعني النهارده كان اول يوم في التدريبات، الفريق وصل امبارح لكن النهارده كان اول يوم في التدريبات. امبارح الجهاز الفني فضل ان الفريق ما يكونش عنده مراني مسائي عقب الوصول، خصوصا او تجنبا بالتحديد لارهاق السفر، لكن النهارده التدريبات على مرحلتين او على فترتين، فتره صباحيه بتكون في تمام الساعه 10 صباحا، بيبقى قبلها في ميعاد الفطار بالنسبه للاعبين في تمام الساعه 8، بعديها بساعتين على طول بيبقى مران الصباح بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اخد مع حضرتك جزئيه، مران الصباح النهارده كان مران بدني شويه، كان في بعض التمارين البدنيه بشكل كبير بالنسبه للاعبين، وايضا كان في بعض تدريبات الكره وتقسيمه ركز فيها بشكل كبير جدا اللاعبين، وايضا مستر باتريك كاسترون اللي اوقف التقسيمه اكثر من مره واعطى بعض التعليمات بالنسبه للاعبين من الناحيه التكتيكيه بالتحديد، فكان مران جيد ومهم. بعدين مباشرة الفريق رجع على الفندق الإقامة، كان في بعد الغداء في تمام الساعة 1 ظهرا، بعديها طبعا الفريق استأنف التدريب الثاني أو التدريب المسائي كان في تمام الساعة 5، انتهى خلاص منذ يعني حوالي بالتحديد نص ساعة. بالتالي كان أيضا التدريب المسائي جيد جدا وشمل بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكرة وأيضا تقسيمة في الآخر، لكن عايز أطمن جمهور النادي الأهلي على الإصابات. يعني يمكن النهاردة صباحا حسام عاشور شارك في التدريبات الجماعية بشكل عادي جدا مع نهاية المران، جاله كدمة في الكاحل، كدمة مش قوية قوي، لكن يعني فضل مستر باتريك كاسترون ان هو ما يشاركش او ما يكملش بقيه المران، يعني هو كان ناقص حاجات بسيطه جدا في حفاظا على اللاعب بس عشان الاصابه ما تزيدش، لكن هو جاهز لتكمله مشواره مع الفريق في المعسكر ان شاء الله. بالظبط كده، لكن النهارده هو ما كملش او ما شاركش في المران المسائي، ده على حسب قرار مستر باتريك كاسترون. اكيد انتظارا لحاله اللاعب غدا، لو حالته جيده غدا هيشوف هل ممكن يشارك من المران الصباحي او المسائي ولا لا، ده هيترتب على حاله
حسام عاشور. بالنسبه لباسم علي للاسف يعني باسم علي شارك في مران الصبح او عادي شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا في مران الصباحي، لكن المران المسائي يعني بتزيد كده عودته الالام مره اخرى في الركبه واربطه الركبه، فما قدرش باسم علي ان هو يكمل التدريبات، فبالتالي الاصابه عوده باسم علي للاسف لسه مش عارفين هيقدر يلحق او هيقدر يكمل التدريبات من بكره او من بعده، ده هيبان من خلال دكتور خالد محمود طبيب الفريق. احمد الشيخ بيواصل تدريباته الاهليه، خصوصا احنا عارفين احمد الشيخ عنده جزع في الركبه، فالمفروض فتره غيابه هتكون اسبوعين، فلسه احمد الشيخ الامور بالنسبه له يعمل بعض التدريبات التاهيليه مع اخصائي التاهيل دكتور طارق عبد العزيز، لكن فيما عدا ذلك الامور ماشيه. يعني اخيرا يا امير، كمان الكلام ده مهم طبعا، كل المعلومات اللي قلتها لنا دلوقتي من خلال الاتصال ده، هل بدا الفريق واللاعبين يستوعبوا سريعا الجوانب الفنيه، الرؤيه الجديده للمدير الفني باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف المدرب العام، هل بدات تجد من متابعتك حاله تناغم سريعه وتواصل مثمر بين الجهاز الفني واللاعبين؟ لان في اكيد طريقه جديده، في رؤيه فنيه جديده، في تغيير في طريقه اللعب مقارنه بالموسم اللي فات، هل شايف ان الفريق دخل في المرحله دي فعلا؟ اكيد طبعا مع مرور الوقت والتدريبات بالنسبه للاعبين مع كابتن محمد يوسف اكيد بيقدروا يستوعبوا بشكل اكبر الفكر التكتيكي بالنسبه لمستر باتريك كارترون والشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي الفتره الجايه. لسه النادي الاهلي قدامه شويه على مباراه تاونشيب اعتقد لغايه يوم 17، اعتقد هيكونوا استوعبوا بشكل اكبر الفكر بالنسبه لمستر باتريك كارترون، لكن عايز اقول لك ان كل المؤشرات جيده جدا بالنسبه للفريق استاذ محمد محمد، كله ان شاء الله مركز سواء الجهاز الفني او اللاعبين ان هم يقدموا ان شاء الله مباريات جيده بدايه من مباراتي تاونشيب اللي هم مباراتين مصريين جدا في مشوار النادي الاهلي الاخر. بشكرك وان شاء الله هنتابع معاك في حلقاتنا اللي جايه مزيد من التفاصيل عن كل الجوانب الخططيه والبدنيه والفنيه وكل ما يتعلق باقامه الفريق هناك في كرواتيا واستعداداته والمضغوط وارتباطات صعبه جدا في الوقت ومحاولات لايجاد حلول، لان المتبقي لهذا الموسم وقت قليل جدا مقارنه بالفتره او المواسم السابقه. خلونا نشوف تفاصيل اكثر من خلال هذا اللقاء مع الاستاذ كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. طبعا بلا شك ان هو يعني كان المفروض تبقى الحاجه تدريجيه، لكن انت يعني لو النادي الاهلي او النادي المصري ربنا وفقهم وكسبوا المباريات بتاعتهم واستمروا في البطولات الافريقيه خصوصا النادي الاهلي لانه مشترك في البطوله العربيه برضه، فتخيل النادي الاهلي ممكن ان هو تصل مبارياته الى مثلا يعني 60 مباراه ولا حاجه، ضيف عليهم ان انت عندك يعني 5 اسابيع او يمكن اكتر الكره المصريه تتوقف فيهم علشان 5 لقاءات أفريقية، فطبعا ده مأزق كان بالنسبة للاتحاد وبالنسبة للجنة المسابقات. فالحاج عامر يعني حصلت معاه أكثر من لقاء، والنهارده كان الكلام واضح مع الأندية إن ممكن جدا إن الأندية تلعب في أسابيع كتير مباراتين في أسبوع واحد، ده طبعا هيبقى لود عليهم، وده خلى أندية عدد من الأندية خصوصا المشاركة في البطولات الأفريقية والبطولات العربية والبطولة العربية أنهم يطلبوا أن عدد اللاعبين يزيد من 25 ل 28 أو 30. احنا برضو مراعاة للدوري المضغوط ومراعاة أن في أندية بإذن الله الأهلي يستمر ويوصل لغاية بطولة كأس أندية العالم، فهيبقى في شهر يناير اللي هو القيد الشتوي في 5 لاعبين اضافيين ممكن اي نادي يضيفهم لو احتاجهم.
طبعا هي مهمة صعبة ومحتاجة حلول سريعة جدا لازم يصل إليها ويفكر فيها بشكل سليم المسؤولين في اتحاد الكرة، وأنهم يصلوا سريعا لأفضل النتائج الممكنة لوضع برنامج زمني مناسب للفترة القصيرة المتاحة للدوري العام في الموسم المقبل. طبعا توفيق الأوضاع مع الأمور الخاصة بالارتباطات الأفريقية لبعض الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي المصري. أيضا في لقاء مع الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي المستقبل بيتكلم عن بعض البرامج وخطط العمل الموضوعة، وكلام أيضا عن قائمة الموسم الجديد وعن أهمية عودة الجماهير للاستادات والمباريات في الفترة القادمة. الموضوع الأساسي اللي هو القائمة، عدد القائمة، وحصل خلاف كبير جدا في الرأي، ولكن كلها آراء تحترم. في ناس بتدافع عن ال 30 لاعب والتمسك بفكرة الانتظار، وفي ناس بتقول 25 يكفي جدا. أنا شخصيا كنادي نجوم المستقبل طرحنا فكرة وأنا شايفها منطقية جدا إن الأندية يكفيها 25، ولكن عندي في أربع أندية بتنافس في بطولات أفريقية وعربية، الأندية دي من حقها أنها تاخد استثناء عن باقي الأندية لأنها في الآخر بتمثلنا، بتمثل مصر. فكان اقتراحي إن هم بيتم الموافقة لهم هم بس الأربع أندية على 2 لعيبة زيادة أو 3 لعيبة زيادة، بحيث إن هم يساعدوهم على خوض المنافسات اللي هي الأفريقية والعربية. كأندية ناقشناها وطرحنا الأفكار وخدنا تصويت على أنها تبقى 28، القائمة 28 للجميع، وخمسة انتظار، قللوا عدد الانتظار إلى 5. فكرة مرفوضة حتى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لأن فنيا طبعا الكلام ده لا يجوز. النهاردة احنا دولة عريقة جدا في كرة القدم، حكاية مجموعتين دي دورة رمضانية ما تبقاش أبدا، لا ترقى الى مستوى دوله كبيره زي مصر. يعني حقيقه احنا انا كنادي نجوم المستقبل ان شاء الله لنا مقابله مع سياده الوزير اشرف صبحي وعندنا حلول جيده جدا وهنناقش فيها، واعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن المقترحات اللي هتقدم بيها تساعد الى حد كبير على حل عوده الجماهير ان شاء الله. هو طبعا التفكير مهم في حجم الارتباطات اللي بتواجه فريق زي النادي الأهلي والأندية أيضا المشاركة واللي بتمثل مصر في البطولات القارية، وإن إزاي يتاح لها أكبر قدر من اللاعبين والأعداد اللي ممكن تستفيد بيها في قائمتها في الموسم الجديد. لكن دايما احنا عارفين ان اي استثناءات بتوضع او بتفضل فئة من الاندية على المنافسين لها باي شكل بتفتح باب الجدل والمشكلات وشكاوى متوقعة في هذه الحالة. فالافضل اعتقد ان اتحاد الكرة لو توصل الى حل وكان على قناعة ان هذه الاندية اللي بتمثل مصر وفي مقدمتها النادي الاهلي تستحق هذه الميزة اللي بتسمح لها بالاستفادة ب 30 لاعب في القائمة، يبقى اعتقد انه من الاسهل ومن المنطقي ان يتاح للفرق هذا الموسم 30 لاعب، وان القائمة تكون 30 لاعب. ده هيكون يعني منطقي اكتر واسهل وفي عدالة واعطاء لنفس الفرصة او منح نفس الفرصة لجميع الفرق المتنافسة في الدوري الممتاز. خلونا ننتقل مع حضراتكم. طبعا اللي قاله الاستاذ محمد الطويلة كلام مهم، انه كل الاراء او غالبية الاراء اللي سمعناها حتى الان من الخبراء والمتخصصين، وهنناقش ده النهاردة كمان مع ضيفنا النجم الكابتن طارق العشري، كل الآراء اللي سمعناها حتى الآن أو 90% منها على أقل تقدير بيميل إلى بقاء الدوري على شكله الحالي بمنافسات في مجموعة واحدة، وأنه فكرة المجموعتين ما بتكونش هي أفضل سيناريو ممكن أو لها أفضل مردود فني على المسابقة وعلى كمان المتابعة والاهتمام الجماهيري والإعلامي. خلونا ننتقل مع حضراتكم سريعا إلى نجم من النجوم أصحاب القدرات المتميزة جدا واللي قدموا عطاء كبير جدا مع النادي الأهلي،
محليا وأفريقيا، وحصدوا وحققوا وشاركوا في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات والإنجازات، فضلا عن إسهاماته الكبيرة مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. هو غني عن التعريف بتاريخه وتألقه، وكان نجم بالفعل حتى في مرحلة سابقة على انتقاله للنادي الأهلي، ولكن مع النادي الأهلي وصل لمرحلة من التناغم مع النجمين في الوقت ده أبو تريكة ومتعب، ووصل إلى أعلى معدلات أدائه وتهديفيا وأدائه في الملعب وقدراته بدنيا وفنيا اللي ظهرت بشكل كبير جدا وانعكست على مشاركاته المؤثرة مع المنتخب في تحقيق البطولات أيضا، فضلا عن بطولات كثيرة جدا هنتعرف عليها مع حضراتكم تفصيليا من خلال التقرير التالي عن نجمنا الكبير محمد بركات ومشواره الكبير كلاعب من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي. يعتبر محمد بركات لاعب وسط الأهلي والمنتخب المصري المعتزل واحدا من أشهر لاعب الكرة المصرية على مدار تاريخها بسبب طريقة لعبه ومهارته العالية وخفته في التحرك بالكرة للدرجة التي جعلته يطلق عليه الزئبقي. يا ولد حلوة فرصة خطر خطر هدف العارضة هدف اتنين للنادي الأهلي حلوة باينة من الأول حلوة محمد بركات المتفوق المتألق المتقدم. ولد محمد بركات في 7 سبتمبر 1976 في حي الويل الشعبي في عائلة مكونة من أبوين وستة إخوة، 4 أولاد كان هو ثالثهم وأختان. انضم كتة لنادي السكة الحديد وهو لا يزال ناشئا في 10 من عمره، لفت الأنظار في النادي بتألقه الكبير منذ صغره، فعرض الأهلي ضمه بمبلغ 150,000 جنيه، كان مبلغا خرافيا في ذلك الوقت، ولكن قابل نادي السكة الحديد العرض بالرفض. انتقل بركات للنادي الإسماعيلي موسم 99 ليستمر معه 4 مواسم ليفوز معه بالدوري والكأس المصريين قبل أن ينتقل لنادي الأهلي السعودي أهلي جدة موسم 2002-2003، ومنه الموسم الذي يليه 2003-2004 لنادي العرب القطري ليستمر معه موسما واحدا أيضا قبل أن ينتقل لنادي الأهلي موسم 2004-2005 ليبدأ معه مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات والتألق لمدة 8 سنوات قبل أن يعتزل عام 2013. انطلاقة حلوة أوي البركات بركات وهدف الأول للنادي الأهلي وأحمر الملعب وبركات لسه كنت مقلقه في الشوط الثاني بيخترق في العمق. حصل بركات على بطولة الدوري المصري 8 مرات، مرة مع الإسماعيلي ثم 7 مرات متتاليات مع الأهلي، كأس مصر مرة مع الإسماعيلي ثم 2 مرات مع الأهلي، كأس السوبر المصري 6 مرات مع الأهلي، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات مع الأهلي، بطولة الأندية العربية الموحدة الأولى لكرة القدم مع أهلي جدة السعودي. الزئبقي محمد بركات. محمد بركات زي ما عرفنا مع حضراتكم وتابعنا من خلال هذا التقرير حقق ألقاب كثيرة جدا محلية وأفريقية مع النادي الأهلي، وشكل واحد من أقوى مثلثات كرة القدم أو مثلثات الهجوم تحديدا مع النجمين في الوقت ده متعب وأبو تريكة، وكانوا مؤثرين جدا سواء في نتائج الفريق محليا أو أفريقيا. كمان محمد بركات أثبت يعني قدرته على الاعتماد عليه كلاعب جوكر أو بيغير مركزه في الملعب حسب احتياجات الأجهزة الفنية، وكانت من العلامات كمان المضيئة في تاريخه اعتماد الكابتن حسن شحاتة عليه في بطولة 2006 في القاهرة كأس الأمم الأفريقية، وغير مكانه واعتمد عليه كلاعب هيأدي الواجبات الدفاعية والهجومية وهيلعب بطول الخط، هيتولى جانب من جانبي الملعب بالكامل وهو مش معتاد على ده، وكنا بنشوف ان بركات دايما بيلعب في النصف الأمامي من الملعب أو في منطقة الخصم أكثر أو المنافس أكثر من الجوانب الدفاعية أو في نصف ملعبه، وقدر يحقق هذه المهمة بالنسبة الكل قال أنه أدى مهمته بكفاءة ويستحق عليها أعلى درجات التقدير، وكان مؤثر جدا مع منتخب مصر في 2006 دفاعا وهجوما، وكان في محاولات كمان لإثنائه عن فكرة الاعتزال في عام 2010 أو بعد هذه البطولة، وكان بالفعل في تمسك أو محاولات للتمسك به وعودته للملعب واستمراره في الملاعب لقناعة الأجهزة الفنية سواء في النادي أو في المنتخب أنه ما زال قادرا على العطاء.
خلونا ننتقل بعد حديثنا عن النجم الكبير محمد بركات نتكلم عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة الأخيرة من عمره في الملعب. حمل اللاعب رقم 8 أو ارتدى رقم 8 مع النادي الأهلي ورقم 12 في المنتخب، ويعتبر أول لاعب مصري على الإطلاق يحصل على لقب البي بي سي أو هيئة الإذاعة البريطانية كأفضل لاعب أفريقي في عام 2005 وأفضل لاعب محلي أيضا داخل القارة السمراء، وحقق الكثير من الألقاب والبطولات محمد بركات، وهو دائما أبدا في ذاكرة الجماهير بإسهاماته وتاريخه كلاعب متميز ومن أفضل من لعب كرة القدم في مصر. بعد ما تكلمنا عن النجم الكبير محمد بركات هنتكلم عن واحدة من البطولات الأهلوية التي لا تنسى، بطولة أفريقيا عام 2006 وهدف أبو تريكة التاريخي. خلونا نتذكر مع حضراتكم هذه المباراة وقد إيه كانت مؤثرة، ولحظات طبعا الحصول على الفوز في وقت صعب جدا من عمر المباراة وهي أوشكت على نهايتها بالفعل، وكان هدف تاريخي وهدف لا ينسى بالنسبة للجماهير، جماهير الكرة بشكل عام في مصر وجماهير النادي الأهلي على وجه التحديد. خلونا بقى نشوف بعض اللقطات ونتذكر معكم هذه البطولة وهذه المباراة. الاهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الاهلي دائما وابدا هو سيد الالقاب. اهلي البطولات، اهلي الانجازات، الذكريات الحلوة ولحظات التتويج. لمسة من عماد مدعم، مرتدة، تصوير، الهدف الأول للنادي الأهلي. 2006 علامة مسجلة في تاريخ بطولات الأهلي، اللقب الغالي تحت قيادة الثعلب مانويل جوزيه. عشاق القلعة الحمراء يتذكرون جيدا اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي والصفاقسي على أرض استاد رادس. الجميع يترقب، الكل ينتظر صافرة النهاية لإعلان تتويج بطل تونس بدوري أبطال إفريقيا، لكن الأهلوية يتمسكون. بدأت الاحتفالات تهز استاد رادس، فجأة صمت رهيب. لمسة من عماد مدعم، مرتدة، تصوير، جول جول جول. أهلاوية، جماهير الصفاقس تستيقظ من حلمها بالهدف القاتل. بدأت الهجمة في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل السلبي. في غضون 8 ثوان جاءت الفرحة بهدف التعادل لمحمد أبو تريكة الغالي، ليتوج المارد الأحمر باللقب الأصعب في تاريخ بطولاته القارية. هو اللقب 5 للمارد الأحمر ووسط ذهول من لاعب وجماهير الصفاقس. الكؤوس الإفريقية للمرة 5 يتوج بها العملاق الأهلي في هذا المشوار الإفريقي، نجدد له من جديد كل تحية والحب والتقدير. المباراة كانت بالغة التعقيد بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي في استاد القاهرة، لكن إصرار وحماس لاعب الأهلي حققوا المستحيل، عادوا باللقب الغالي. أبو تريكة يختم الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي، يرفع أميرة الكؤوس الإفريقية بطولة طبعا لا تنسى، ومباراة وهدف أيضا مباراة لا تنسى من مباريات النادي الأهلي الأفريقية، وهدف من الأهداف التي لا يمكن أن ننساها لأنه كان هدف حاسم في الوقت القاتل من المباراة، وهدف يحقق أو يعيد بطولة كانت أقرب كثيرا إلى المنافس في هذا التوقيت، وفي لحظة إحراز الهدف كانت أقرب إلى الصفاقسي التونسي، ولكن حسمها النادي الأهلي لصالحه شأن بطولات كثيرة بهدف واحد من أبرز نجومه النجم محمد أبو تريكة. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونبدأ في حوار تفصيلي عن الكثير من أمور كرة القدم مع نجمنا النهاردة الكابتن طارق العشري المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، وخلال هذا الفاصل هنستمع مع حضراتكم إلى تقرير صوتي عن عودة الجماهير والمطلوب وكيف تتحقق عودة الجماهير في الفترة القادمة بالشكل الأمثل.
زال الجميع ينتظر عودة الروح لملاعب كرة القدم المصرية بعودة الجماهير للمدرجات، فالملاعب من دون جمهور كالحياة من دون روح. فمع بداية كل موسم يبحث الجميع عن حلول لعودة الجماهير التي تعتبر العنصر الأهم في كرة القدم. الساعات الماضية شهدت اجتماعات ومناقشات مهمة من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجديد لمناقشة ملف عودة الجماهير. أكد وزير الرياضة أنه يتطلع للاستفادة من تجربة الأهلي في شأن عودة الجماهير، شدد على أن وزارة الرياضة تخطو خطوات مهمة في هذا الصدد، وأن هناك تحركات جادة خلال الفترة القادمة لعودة الجماهير. المدرجات في الملاعب المصرية اشتاقت للجماهير. لا أحد يتصور أن تظل بطولة الدوري المصري بلا جمهور، هي البطولة الأعرق في المنطقة كلها. وبرغم المحاولات العديدة لعودة الجماهير لكنها دوما كانت تصاب بالفشل. جماهير كرة القدم تجسد أعظم حالات الحب في تاريخ الإنسانية. ما الذي يدفع مشجعا صغيرا لا يعرف الكثير عن الحياة للذهاب لمدرجات الملاعب لتشجيع فريقه، أو رجل عجوز اعتاد الجري خلف فريقه في كل مكان؟ إنه العشق وعشق الفريق الذي لا يستفيد منه شيئا، سواء أنه يأمل في مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات. لا يزال جمهور الأهلي الغفير يضرب المثل والقدوة في التشجيع والانتماء وعشق الكيان العظيم. في ظل كل المشاكل التي تمر بها الكرة المصرية، يجب على اتحاد الكرة المصري أن يتحرك من جديد لمنح المدرجات الخاوية الحزينة قبلة الحياة، على أمل عودة الجمهور تدريجيا للملاعب ليعيد للكرة المصرية بريقها وجمالها وقوتها. منذ 8 فبراير 2015، وبعد حادثة الدفاع الجوي الذي راحت ضحيته 22 مشجعا للزمالك ومدرجات ملاعبنا بلا جماهير، اللهم في بعض المباريات الدولية وفي ملاعب محددة. لكن في الفترة الأخيرة أثبتت الجماهير العاشقة لأنديتها رغبتها الحقيقية في العودة للمدرجات. يتبقى فقط مواصلة المشوار وتطبيق القانون حتى لا تظل ملاعبنا كالبيوت المهجورة. مع الصبر، ناس واحد فاهم وعارف قدرات شخصية المدرب اللي قدامك وما يقدمه، فصبر عليه ودعمه، وكانت نتيجتها ان في الاخر تطور الفريق اربع سنين او خمس سنين ثلاث كؤوس، ومن الصعب انك تاخد كاسين من النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو المفروض الفريق توب، كاس ثم سوبر وكاس من انبي، وانبي ساعتها برضو كانت في اشدها من الفرق الثقيله. فطبعا دول يعني هي دي الفتره اللي بدا اسم فريقي حرس الحدود وانبي يبقى من المباريات بالزبط اللي فيه متابعه واهتمام اعلامي، عملوا طفره كبيره جدا بقى لهم شعبيه. يعني التخطط كانت الانديه الشعبيه كان مثلا بيقولوا اهلي زمالك اسماعيلي مصر اتحاد مثلا او اتحاد مصري، لا لما دخلوا الاثنين دول مع الصعود احتلوا مكانه الانديه الاسماعيلي، احتلوا مكانه وبعد كده برضو من التجارب الناجحه يعني تجربه اهلي بنغازي، لان دي فيها كفاح كبير جدا جدا في ظل الظروف كانت صعبه هناك في ليبيا، ولكن الحمد لله تخطينا الظروف دي. برضو التجربه الثانيه لما رحت توليت اهلي طرابلس، لان احنا خدنا فيها بطوله، خدنا فيها بطوله الدوري هناك بعدها، واكللت مجهودي ببطوله خارج مصر، واصبح في رصيدي انا كطارق العشري يعني من 2000 لما ابتديت اتولى 2005 حتى 2018، يعني حقبه من الزمن رصيدي 3-4 بطولات. طيب ليه ما استمرتش تجربه نجاح الكابتن طارق العشري تحقيق مزيد من الالقاب والبطولات، لانه خلاص اصبح من الاسماء اللي لها دايما بيطرح اسمه مع اي تغيير الجهاز الفني للمنتخب الاول. في بعض المدربين المصريين كان اسمهم بيشار اليه، كان منهم يعني مؤخرا بقى لما دخل مجال التدريب كمان ونجحت تجربته كابتن حسام حسن، دايما كابتن حسام البدري، كابتن طارق العشري، كابتن طلعت يوسف، يعني في مجموعه بقى بيشار لها ان في ثقه في الراي العام الرياضي في قدرتهم على تولي مهمه المدير الفني للمنتخب الاول. لماذا
لم تستمر التجارب الناجحة؟ وأين هي تجربة حرس الحدود الآن؟ هو فين؟ لما استمرتش الأمور بنفس الشكل؟ نفس القوة اللي كان عليها الفريدة؟ ما استمرتش لأن طبعا في كل في الحياة حتى في الحياة العامة بيبقى فيها صعود وهبوط وفيها نجاحات وفيها إخفاقات، دي الحياة. فلولا الإخفاقات ما تحققك النجاح أكيد. فكل يعني انا ام بي حققت معاه نجاحات كبيره جدا لان كان فيها مراكز متقدمه واعتبار ام بي في المراكز المتقدمه في التنافس ده شيء جيد جدا جدا، لكن كتخطيط لبطوله كان بتحتاج يعني وقت كبير. لكن بالنسبه للكؤوس انت عارف دي البطوله القصيره، ممكن انك تخطف كاس في لكن طبعا نظرا ان احنا يعني الفتره كانت التعاقد قصيره جدا. البطولات اللي بيقاس على ثبات واستقرار مستوى الفريق فنيا فيها بطوله الدوري دايما، بطوله النفس الطويل. اه بالظبط كده. وبعد كده لما انتقلت في عدد كبير جدا في الفتره ديت من ثم مشكلتي الكبيره جدا ان انا كنت بتولى لما كنت خاصه لما بخرج مصر، دوري خارج مصر بيبقى مختلف عن في مصر، فكنت ما باجي بتولى الفرق في منتصف الموسم، يعني زي تكون متودي دجله السنه اللي فاتت، زي تجربه المقاولين. وللاسف شايفها ازاي التجربه دي، تجربه وادي دجله طالما حضرتك اشرت لها الان وهي اخر التجارب حتى الان ولسه لا نعلم كل ما يثار من اجتهادات حول الفتره القادمه للكابتن طارق العشر كمدير فني، ليه ما تمش تجديد التعاقد وكيف تقيم تجربه النصف موسم مع وادي دجله؟ اول تجربه ناجحه جدا جدا لان وشاقه وفيها ريسك كبير جدا بالنسبه لي، لان انا حطيت طبعا اسمي على المحك بشكل كبير جدا. فرقه كانت في موقف لا يحسد عليه، توليت الفرقه وبعد 8 مباريات وهي بتحتل المركز قبل الاخير، والكفاح كان محتاج جهد كبير جدا جدا عشان الفرقه تبقى، وده اللي عملناه انك ازاي ترتب الاوراق بشكل، لكن خدت مننا مجهود كبير جدا 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 سواء من الاداره من نجد سامي. ما عندكش وقت كمان، محتاج النتائج تتحسن بسرعه، وللاسف يعني الوقت ما اسعفناش لان كل 3 ايام دوري كان مضغوط، لان كان المفروض الدوري ينتهي قبل انطلاق كاس العالم، فانت عاوز تصلح وعاوز تبني وعاوز ترتب وعاوز نتائج في نفس الوقت. في بعض الاحيان مشينا كويس وبعض الاحيان اخفقنا، وفضلت موضوع تعلق بقاء وادي دجله لاخر 3 مباريات في الدوري، لكن في الاخر وادي دجله الحمد لله بقى، يعني انا بعتبرها معجزه. طب هل تشعر من داخلك ان المسؤولين في وادي دجله يعني اعطوا الكابتن طارق وجهده في الموسم الماضي مع الفريق حق قدره، ولماذا لم تكلل هذه الفتره ب يعني مفاوضات ناجحه لاستمرارك مع الفريق؟ هم اتعرف لكل مجلس اداره تعرفوا ليه وجهه نظره. يمكن السنه دي اكبر سنه اشوف فيها كم كبير جدا المدربين الاجانب خاصه في اتجاه الانديه. يمكن كان دايما معروف ان الانديه اللي بتجيب المدربين الاجانب خاصه هم الانديه الكبيره، يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك. النهارده الدوري ما شاء الله يعني عامر كتير جدا بالانديه، فطبعا ما فيش شك طبعا ده لكل مجلس اداره حريه في التفكير في تطوير منظومه كره القدم في تهديد لفرص المدربين المصريين في الدوري المصري بهذا المعدل اللي احنا شايفينه كابتن طارق ولا لا؟ هل يزعجك ويزعج زملائك من المدربين ازدياد نسبه واعداد المدربين الاجانب في الدوري المصري كل عام؟ ما فيش شك طبعا ان لما بتفتح المجال للانديه بهذا القدر الكبير جدا من بتقلل فرص عمل المدرب المصري، لكن ما فيش شك في نفس الوقت لما بيبقى في مزيج من الانديه عندها مثلا مجموعه من المدربين المصريين مع مجموعه من الانديه الاجانب، في شك طبعا ثقافات بتتبادل، في التنافس الكبير جدا بين العقليات بتاعه المدربين، في استفاده كبيره جدا جدا، لكن يبقى الحق الاصيل لكل نادي للتخطيط لمستقبل فريقه. ولكن المدرب المصري انا بعتبره المدربين الناجحين لو اتيحت له الفرصه بكل حريه. المدرب زائد المدربين عندنا هنا يعني اذكياء كتير جدا جدا وعندهم شخصيه بشكل كبير جدا. دي مباراه الاهلي ووادي دجله الموسم الماضي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل احنا عملنا مباراه كبيره جدا خاصه في الدور الاولاني. والله يعني شوف مباراه النادي الاهلي او والزمالك، يعني انت عارف من الانديه اللي دايما بتبقى السبوتات عليها بتقيس قدراتك انت كمدرب، بتقيس قدراتك انت اللاعبين فرقتك، ان الناس كلها بتقيمك امام الفرق الكبير. وطبعا مفيش شك طبعا احد المحطات الهامه هي النادي الاهلي، فاللعيبه اولا بتكون مركزه
تحاول تطلع طاقتك كلها في المباراه. انت ذات نفسك بتكون مركز بشكل كويس من الناحيه التكتيكيه. الغلط فيها في الشك بيكلفك كتير جدا جدا. لما بتعمل نتيجه ايجابيه في الشك بيبقى نجاح لك كبير، خاصه انك خارج منظومه النادي الاهلي والزمالك. فانت المدرب او اللاعب اللي خارج منظومه الاهلي والزمالك بيحتاج مجهود كبير جدا جدا لاثبات حقيته بانه من ضمن الافضل. هسأل سؤال بعيدا عن الانديه مصر في دقيقه وارجع تاني نكمل كلام. بصراحه يا كابتن طارق، اما كنت بتشوف الاداء اللوغاريتم غير المفهوم للمنتخب مع هيكتور كوبر، ما كنتش وغيرك من المدربين اللي بتتكلموا عن المنتخب كاصدقاء بتناقشوا احواله الفنيه، بتقولوا من داخلكم ولا لا ان في 20 30 مدرب مصري ممكن يبقوا اكفأ في المكان ده؟ شوف انت لو رجعت للتاريخ هتلاقي ان النجاحات كلها مع المنتخب قصر مدربين مصريين. كابتن حسن شحاته 3 دورات ما فيش شك طبعا، 6 و8 و10، وده كان اعجاز انك مصر تاخد 3 بطولات متتاليه في تاريخ منتخب متتالي. مصر كله. وقبلهم طبعا الكابتن الجوهري، يعني سواء على صعيد البطوله الافريقيه او بطوله كاس او التاهل لكاس العالم، وحتى الظهور كان افضل من ظهورنا الاخير في كاس العالم بالظبط بالنتائج على الاقل. اي بالظبط كده. لكن يعني خليني اكون محق يعني في او منصف، يعني في شك طبعا كل مدرب مصري بيتمنى ان هو يتبوأ تدريب منتخب بلده، لان طبعا ده يمكن قمه الهرم زي ما بيقولوا في التدريب انك تتولى منتخب بلد. لكن الجهاز الفني مستر كوبر وجهازه الفني في خلال 3 سنوات اللي فاتت ديت ابينا او ما ابيناش يعني بالنتائج او حتى بالاداء او حتى بالورق والقلم، فهو في الاخر نجح في ان وصلنا للحسابات اللي هو التزم بيها بالظبط كده. يعني اللي هو التزم في عقده ان انا حاصل الى البطوله الافريقيه، وصل البطوله الافريقيه، وصل للمباراه النهائيه، مع اننا كنا يعني طمعانين ان احنا نواصل سلسله النجاحات في الحصول على البطوله الافريقيه، كان عندنا فرصه للفوز بالمباراه دي، لكن كنا بعيدين تماما في فتره بعد الكابتن حسن شحاته، ثم رجعنا للساحه الافريقيه تاني فاعتبر ده نجاح. الحاجه الثانيه صعودنا لكاس العالم بعد 28 سنه. كل الاختلاف اللي الناس يمكن في مصر مختلفه مع مستر كوبر هو في طريقه ادائه اللي ممكن ما تعجبش للكثير من متابعي كره القدم او بحب كره القدم. مصر الشعب المصري بيحب الكره البرازيليه الجميله، الكره الهجوميه. المدرب دايما بيعيش صراعات كبيره جدا بين تحقيق نتائج وبين ان هو يقدم المتعه للجماهير، ودي معضله كبيره جدا جدا. فطبعا الطموحات كانت كبيره جدا في كاس العالم ان احنا نتخطى الدور الاولاني، حتى بعد معرفتنا بالمجموعه اللي هنشارك من خلالها. بالظبط كده، يعني كان في طموحات بعد اعلنت المجموعه. عشان كده ممكن بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي يقولوا ان كلامك ينطبق على ما قبل نهائيات كاس العالم، ان فكره ان كوبر وجهازه الفني بيحققوا نجاح بالارقام وعلى الورق، فمش مطلوب منهم دلوقتي ينشغلوا بفكره الاداء مرضي ولا لا، لكن في النهائيات نفسها بقت مشكله الناس انه لا اداء ولا نتائج في مبارياتنا نفسها. هو المشكله طبعا يعني الاداء بتاع، يعني انا عاوز برضو اكون اكثر واقعيه اصطدم بالواقع. احنا صعودنا لكاس العالم في ليفل احنا مفترض متفوقين فيه اللي هي التصفيات، مفترض مصر متفوقه على الصعيد الافريقي. كنا ان احنا بنعمل جابات كبيره جدا في الوصول، ديت مشكله كبيره جدا ان احنا كل 30 سنه ولا 25 سنه بنصل، دي مشكله. المفترض ان احنا ناخد نقطه مضيئه من وصولنا لكاس العالم، نشوف ازاي كل اربع سنين ان احنا كل اربع سنين نكون زبون دائم، ودي يعني هتبقى هتديك مفيش شك يعني بوينت كويس انك تواصل المشوار. الحاجه الثانيه انك الطموح اللي مزروع جوه اللاعبين في كل مصر وكل مدربين ان احنا طموحنا ما بيتخطاش الدور 16، ان انت بتطلب التمثيل المشرف للاعبين، ادي واعمل وتغلب، بس ممكن تصعد او ممكن ما تصعدش. لا احنا مشكلتنا عايزين نعلي سقف هي ده بتاعنا، هو دي مشكلتنا الكبيره، هي ده مشكلتنا الكبيره واللي لازم تدور على تطويره. مش احنا بس، احنا كل المنطقه العربيه، بدليل ان كل الدول العربيه اللي كانت في كاس العالم كلها ما صعدتش ما تخطتش دور 16، وان كان افضلهم في الاداء الاشبع
يعني طموحات جماهيره الفريق المغربي تمام. الجمهور بشكل خرج راضي عن فكرة ان اسبانيا هي اللي بتتعادل مع المغرب في نهاية المباراة، هو انه بيتفوق ويسبق في بعض اوقات المباراة بيأدي اداء هجومي في طموح للفوز بالضبط، يعني ده كان مرضي للناس طبعا. لو ترجع لمشوار المنتخب في التصفيات ذات نفسها، قصدي في المجموعة، هتلاقي لما انت تقابل اورجواي منطقيا اورجواي متفوق عليك منطقيا صحيح. يعني انت بتقابل ليفل اعلى، انت ليفل اعلى. انا ما عجبنيش يعني الاعداد للبطوله باربع مباريات، دول قليلين جدا جدا عشان تخش محفل قوي جدا زي ده. المدارس اللي زي ديت لازم، شايف المباريات كانت قليله، قليله اربع مباريات غير كافيه طبعا، غير كافيه. بس هو المشكله ان هم معذورين ان هم مطلوبين يعني باجنده، واللعيبه ما بتيجي في التوقيتات ديت وعندها ارتباطات طبعا يعني. لكن انت عشان تخطط للرجوع مثلا تكون في 2022 اللي جاي، لازم من دلوقتي تبتدي تشتغل بشكل كويس جدا عشان تتواجد في هتفضل كلام 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 كلام، واحنا عندنا حريفه في الكلام لكن في الفعل قليلين جدا جدا. عايز الشغل والتخطيط يبقى بشكل مختلف. شغل معلش يعني. المانيا لما خرجت ده بالنسبه لهم صدمه كبيره، فريق حاصل على اخر نسخه في بطوله كاس عالم، في بطوله كاس عالم، ويخرج من الدور 16 مش من المربع المستحيل الاول، ما يوصلش لدور 16 يعني قبل ما يوصل حتى دور 16. فطبعا ده بالنسبه لهم صدمه كبيره جدا، لكن هم هيفضلوا يعني يبحثوا في الملفات ويقولوا هنفضل لحد امتى نبحث في الملفات؟ احنا عاوزين ناخد خطوه. يعني انا نفسي ان المسؤولين عن كره القدم في مصر يبطلوا كلام ويقولوا احنا هنعمل كذا، واحد عندنا بلان استراتيجيه عشان نصل ل 2022. حتى الان في نقطه مضيئه في البطوله، العالم المصري مع كل المنتخبات حتى الان بيرفرف، هينتهي مع نهايه البطوله. احنا عاوزينه كمان في 2022 يفضل يرفرف، فعشان يفضل مرفوع العالم ده اللي احنا تعبنا فيه وما يبقاش كل 28 محتاجين سنه، محتاجين شغل بطريقه ثانيه، شغل كبير جدا، نصلح جداً اي اخطاء جداً موجوده ونتدارك. نصل بقى يا محمد باداء، ناصر من غير اداء، بس المهم نوصل لكاس العالم وندور اللي احنا نتخطى. يبقى هنا حضرتك في كلامك يعني عشان نوجز الحديث عن هذا الامر وننتقل لقضيه ثانيه، حضرتك بتقول انك متقين. المنطق اللي للنهائيات ان لازم ده يكون واقعيين يعني. لا لازم نكون واقعيين. الولاد حتى انا شايف يعني لو اتكلمت فنيا في ادائهم في تدرج، ما عدا مباراه السعوديه يعني، ما عدا كنا في اللي كان فيها دروب جامد هي مباراه السعوديه، ويمكن ديت دايما يقول لك اللقطه الاخيره هي اللي بتفضل في الاسئله. لكن ظهورنا في مباراه اوروغواي احنا كنا جيدين جدا في اوروغواي جدا، مقلين لكن ممكن نكونوا مؤثرين انك تخطف واحده، ومقلين في ناحيه الهجوميه نظرا طبعا لان محمد صلاح انا قصدي غيابه مؤثر جدا طبعا في خط الهجوم. شوف الثقل اللي هو عطاه لما رجع في مباراه روسيا، على الرغم ان احنا خسرنا احنا الولاد في الشوط الاولاني، انا وذات نفسي لا، وتاثيره على ليفربول حتى لما خرج من الملعب مصاب في نهائي دوري اوروبا قد ايه اثر على لا وانا بتكلم على الولاد عملوا 45 دقيقه مع المنتخب الروسي، انا ذات نفسي كان عنده طموح ان احنا لو فضلنا بهذا الاداء خلال الشوط الثاني ان احنا نخطف المباراه. شوف قد ايه ليه ما قدرناش نحافظ على نفس، لكن هي ال 13 14 دقيقه السقطه اللي حصلت يمكن دي اللي عملت جاب كبير جدا. انا ذات نفسي لو تسالني عن طريق مع الأورجواي، وإن كان طبعا ما يرضيش طموحات، مقبول جدا ممكن تخسر روسيا، روسيا البلد منظمة والنهاردة ما شاء الله في المجموعة تخطت أسبانيا يعني تخطت أسبانيا وأدت أداء جيد جدا جدا يعني، وبالإضافة أنها الدولة المضيفة وممكن تكون هناك مساعدات عشان الجماهير تتواجد في المدرجات. شايف الدروب الحقيقي كان الدروب في المباراة الثالثة، الدروب اللي الناس مش قابلاه ولا هتقبله اللي هي كانت مباراة السعودية يعني دي غير مبرر، اللي أنت عارف ده ديربي عربي ولازم نحيي المنتخب السعودي. المنتخب السعودي ادى مباراه جيده جدا 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 امامنا واستحق في الاخر الفوز، فهو ده اللي يمكن يعني اشعلت الاجواء شويه في ان حتى شكلنا اقل من المعروف فنيا عن فريقنا. يعني انت لو بصيت للمنتخب التونسي هتلاقي المنتخب التونسي ماشي بنفس النهج بتاعنا وبنفس السلمه، لكن اللي هدى الظروف شويه ان هو حقق فوز على بنما تمام. المنتخب المغربي يمكن افضلهم في التدرج لان خسر من ايران بهدف عكسي من المنتخب المغربي، ثم المباراه الثانيه قدم مباراه جيده جدا رغم ان هو خسر، ثم انها مع البرتغال وبعدين مع اسبانيا قابل قوتين بطل اوروبا
وبطل العالم سابقا المنتخب الاسباني يعني, والاثنين قدم معاهم بشكل كويس, ومع ذلك تدرج صعودا من اول مباراه لثالث مباراه. نشوف المنتخب المغربي يعني, احنا مشكلتنا خلي بالك احنا مقدمين على بطوله افريقيا والفرق تطورت بشكل كبير جدا. السنغال شوف هول المغرب ما شاء الله في البطوله الافريقيه اللي جايه, انت من الصعب عشان تنافس البطوله الافريقيه الجايه, خلي بالك الفرق تطورت. نيجيريا ما شاء الله شوف حتى كان خط متذبذب لكن واقف على حيلها بشكل كبير جدا. فانت عشان تخش للبطوله الافريقيه اللي جايه محتاج مجهود, عشان تنافس تاخد البطوله محتاج مجهود اكبر, عشان تصل ان الامور كل يوم بتبقى اصعب. لا لا كل أصعب. عام بتبقى اصعب, أصعب. انت المنتخب المغربي النهارده لو تحسب هتلاقي فيه ال22 لاعب اللي كان بيلعبهم, ال11 لاعب اللي كانوا بيلعبهم او ال22 او 23 موجودين كلهم في انديه محترفه خارج المغرب, اللهم الا قليل من داخل المغرب. انت محتاج تطور ده. انت في 90 كان عندك 2 لعيبه, النهارده بقى عندك 13 لعيب او 10 لعيبه يمكن هم اللي بيلعبوا بشكل كويس, وهم يمكن الشكل الاساسي او الهيكل الاساسي. انت محتاج على الاقل تصل 50 مره افتح خش في 50 واحد لعيب محترف على الاقل. انت لما تيجي تختار قائمه المنتخب من ال 50 المحترفين وفي انديه بيلعبوا وفي انديه قويه جدا بيوفر لك عناصر اكثر, تختار اجود لعيبه فيهم او احسن لعيبه فيهم يجوا يحترفوا, وتخلي اللاعبين دول نفسهم عندهم منافسه عشان يوصلوا لتمثيل منتخب مصر ومستواهم بيعلى. السبب الرئيسي اللي ذكره مستر كوبر قال لك اللعيبه ديت او يعني ناقصين خبرات. لو اللعيبه دي اللي عمل الفارق في لعيبه السنغال والمغرب, اللعيبه دي بتحتك بيهم. محمد صلاح الوحيد اللي حس بثباته داخل مع المنتخب, ليه؟ بيلعب مع الليفل العالي ده, الريتم العالي ده. انت محتاج لعيبه تكتسب خبرات الريتم العالي الكبير ده. عموما احنا الموضوع ده لو اتكلمنا عنه هنحتاج ساعات, ويحتاج طبعا عدد كمان من الضيوف نسمع وجهات نظرهم مع الكابتن طارق. لكن خلينا نرجع لفكره الكابتن طارق العشري سريعا قبل ما نتوقف مع الفاصل, انه مدير فني اعلن بشكل على الراي العام وبشكل صريح جدا انه اهلاوي. دي ما كانتش بتسبب حرج في اي مباراه في اي لقاءات مع اي فريق, فكره انك متولي مهمه المدير الفني لفريق تاني هينافس الاهلي في بطوله محليه او عربيه, يعني كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ انا كنت بسال سؤال مباشر, وانا ما بحبش الف وادور. انا كنت بقول لهم انا اتحاداوي اهلاوي يعني طبعا هم دول الفريقين اللي بشجعهم طبعا طبعا يعني طب في يمكن ناس بتحتفظ بانتماءاتها, لكن انا ما كنتش يعني بخبي, يعني ما بحبش اخبي اصلا الامور يعني معلنه يعني, وما فيهاش مشكله وما بتسببلكش حساسيه في اي مباراه فيها يعني. لانك لو اديت مباراه قدام الاهلي بتاديها بجديه شديده جدا. انا واخد مدير فني من النادي الاهلي. ما تفكرناش بقى تاني يا كابتن طارق. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. كابتن طارق العشري, شايف ازاي التجربه الجديده للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيروم على النادي الاهلي والمدربين القادمين من فرنسا؟ يعني المدرسه دي دايما تواجدها في مصر قليل, مش زي العدد الكبير اللي سبق له انه درب في مصر زي المدرسه البرتغاليه او الالمانيه او بعض المدارس الاخرى في التدريب. هو طبعا في شك خض تجاربه جيده جدا قبل ما يتولى حتى وادي دجله, كان مع فريق مازيمبي. فريق مازيمبي من الفرق الكبيره اللي دايما بتلعب على تصنيف الاول في بطولات افريقيا, يمكن ده احد يمكن العناصر رشحته للنادي الاهلي, بالاضافه طبعا لتجربته الناجحه كانت مع وادي دجله. واعتقد ان هو مدرسه زي ما انت بتقول مدرسه جديده, والكره الفرنسيه للامانه كره متطوره يعني, حتى في بطوله كاس العالم بتادي بشكل جيد جدا. هم مجددين كمان منتخبهم ونازلين بمتوسط الاعمار, عاملين فريق شاب يعني. لا عاملين اولا كره جيده جدا هجوميه, من ناحيه التكتيك جيدين جدا حتى في الانتشار داخل الملعب. فانا اتمنى الفكر الفرنسي دي يتقبلوا اللعب المصري بشكل كبير, لان هي يعني من زمان ما يعني ما دخلتش الكره المصريه, ويمكن قريبه جدا جدا ان هم يمكن من او هو بالذات شخصيته بحكم ان هو احتك مع الفريق وادي دجله في شخصيه اللاعب المصري بالذات. فانا اعتبر ان هو قاري الموقف بشكل ان هتسهل له المهمه, ان له تجارب سابقه في التدريب في مصر, مهمته مع النادي الاهلي هتبدا من منطقه اسهل شويه. وانا كنت فاكر يعني كان في تنافس كبير جدا لما كان مع وادي دجله ان هو ينتقل النادي الاهلي. انا اعتقد برضه النادي الاهلي كان فتح معاه خط قبل ما يسيب
ويروح امريكا لان هو سب وراح امريكا مرن في نادي في امريكا. فيعني مش غريب على الكره المصريه ومش غريب على اللاعب المصري. اتمنى ان احقق نجاحات بشكل كبير لان انت عارف المدرب الخاصات الاجنبي اللي بيحقق نجاحات زي مستر مانجن وكان الجماهير خاصه جماهير النادي الاهلي بتتعلق بيه بشكل كبير جدا والناس كادارات يعني بتحاول توفر له كل سبل النجاح واللعيبه كمان بتندمج معاه. طريقه المدير الفني باتريس كارترون اللي حضرتك تابعتها خلال تجاربه السابقه سواء متابعتك في البطولات الافريقيه له مع مازيمبي او هنا في مصر مع وادي دجله، هل تعتقد انها هتقدم افضل ما لدى المجموعه الحاليه من اللاعبين في الاهلي؟ طريقه اداؤه كمدير فني والتكتيك يعني الخاصه هو دخوله كعنصر جديد بيحاول بقدر الامكان ان هو يكون مؤثر بالايجاب لان طبعا انت عارف ده اول تواجده مع النادي الاهلي والنادي هو عارف مقدر نادي قيمه النادي الاهلي سواء داخل مصر او على الصعيد الافريقي. فهو ذات نفسه جاي عاوز ينجح يعني في تجربه كبيره جدا بالنسبه له وهو عارف ان ده هيضيف لرصيده التدريبي خلال هو قال انا عليا مسؤوليه كبيره انا عارف ان انا بتولى تدريب اكبر نادي في النادي الاهلي. ده نادي بيلعب على بطوله يعني دايما بجماهيره ادارته بتطالب لاعبيها انها بتلعب على مركز واحد ولا المركز الاول سواء على الصعيد الافريقي او الصعيد الدوري. فاتمنى له التوفيق واتمنى ان شاء الله اللعيبه تندمج معاه بشكل كبير وتنسجم ويخلق تيم قوي للنادي الاهلي في خلال الموسم اللي جاي لان شايف الموسم اللي جاي يعني كل الفرق بتستعد بشكل كبير جدا. وانا اتمنى ذات نفسي لان انا ذات نفسي بعتبر الدوري ضعيف، الدوري اللي النادي الاهلي بينهيه قبلها ب 10 اسابيع ما يبقاش فيه قوه. فانا اتمنى ان يبقى فيه تنافس حتى للاخر لاعلان بطل الدوري. الاسابيع الاخيره من الدوري. الاسابيع الاخيره طبعا يعني ما يبقاش الامور منتهيه بشكل كبير جدا جدا. هل المجموعة اللي شايفها حضرتك دلوقتي من اللاعبين نجوم النادي الأهلي المجموعة الحالية سواء من أصحاب الخبرات أو اللي صعدوا من الناشئين أو الشباب في الفترة دي، هل هي كافية لتحقيق الطموحات واللحاق بالبطولة الأفريقية إن شاء الله والحصول عليها والإبقاء على التفوق في الدوري الممتاز، ولا رأيك الفني من خلال حبك واهتمامك ومتابعتك للنادي الأهلي إنه محتاج دعم بعدد من الأسماء في الفترة الجاية؟ شوف هو في ثبات في الفريق بشكل كبير جدا وفي لجنه كره طبعا بقياده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وفي هو رايه الشخصي بعد ما يقضي الفتره اللي فاتت ديت اكيد هيقعد مع اللجنه لو هو محتاج تدعيم هيقول لهم بشكل كبير ان هو ده فريق مطالب ببطوله عشان يطالب ببطوله لازم يكون عنده احسن العناصر بالاضافه لمجموعه اللعيبه المحترفه. انا شايف انه عنده مجموعه لعيبه محترفه بشكل كبير جدا طبعا يعني وفي تدعيمات اعتقد النادي الاهلي مش يعني مش هو من الامور الايجابيه انه اكد كمان بعد اجتماعه مع مجلس الاداره ومن خلال المؤتمر الصحفي انه حصل على الدعم الكامل من مجلس الاداره وكامل الصلاحيات ومجلس الاداره اكد له انه هيتعاقد مع اي لاعب يراه ضروري للفتره الجايه مع الفريق. وده حق اصيل من حقوقه ان هو طبعا انت بتطالبني ببطوله انا عاوز لعيبه جيده. انا افتكر طبعا لمستر مانو كان بيقول انا عاوز فلان وفلان وفلان مجلس النادي وفر له في الوقت ده الحقيقه فريقين عشان كاملين عشان كل فريق منهم يقدر ياخد الدوري عشان البطولة عشان احقق وده انعكس على النتائج والاداء هو قدم بده مستوى طبعًا متميز جدا طبعًا الحقيقه طبعًا. فانا شايف ان يعني مش هياخد وقت كبير جدا عشان ينسجم مع اللاعبين وان هو يخلق تيم قوي جدا. هو اولا عنده تيم جاهز من ناحيه الانسجام هيضيف طبعا عليه لبسيته بشكل كبير جدا تكتيكيه شخصيته هو وطبعا بانسجام المجموعه الجديده مع المجموعه القديمه. انا اتمنى برضو ان المجال يفتح اكتر لمجموعه من الشباب دماء جديده تخش تضخم من فريق الشباب في النادي. شايف ان العناصر دي بتبقى مؤثر يعني من ابناء النادي من ابناء النادي لان انا شايف برضو ان من فتره كبيره جدا ما فيش حد من ابناء النادي اللي هم القطاع انه بيتصعد او يكون ياخد فرصه كبيره جدا في الفريق الاول. طيب كابتن طارق احنا اتكلمنا شويه قبل ما نبدا اللقاء تابعنا مع حضرتك ومع مشاهير عن عوده الجماهير. اتكلمنا شويه عن عوده الجماهير واهميتها وكل المتطلبات الخاصه بيها في الفتره الجايه وايه المشكلات اللي بتقابل فكره عوده الجماهير. خد وقتك ممكن تطفي التليفون على مهلك خالص. احنا بنتكلم عن ان في متطلبات امنيه تنظيميه رقميه او الكترونيه وده مقترح مقدمه النادي الاهلي ايضا لمنظومه الرياضه بشكل عام ولمبارياته في المقام الاول والحضور الجماهيري فيها وايضا مقدم هذا المقترح للاستفاده به بشكل عام من خلال اللقاء اللي تم بين الكابتن الخطيب والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.
ايه مشكلات عوده الجماهير اللي شايفها من وجهه نظرك، وايه اللي محتاجين نشتغل عليه في الفتره الجايه عشان نقدر نملى الاستادات مره ثانيه؟ مشكله انا في رايي الشخصي هي تخص الجماهير يعني كلها بتتعلق بالانضباط داخل المدرجات. يمكن احنا بنتكلم في الفاصل على المثاليه في كاس العالم، ان احد الظواهر اللي انا شفتها يعني ولفتت نظري هي الجماهير كل المنتخبين اللي بيتقابلوا اللي بيقابلوا بعض في الملعب، بعضهم قاعد مع بعض في المدرجه يعني حتى يعني قاعدين مع بعض يعني، ف مفيش قوات امن بتفصل بينهم، مفيش سياخ حديديه بتفصل بينهم، والكل منضبط والكل راح يستمتع والكل راح بيشجع. فاحنا هل هنصل للدرجه دي؟ احنا مش عايزين نصل للدرجه دي طبعا، لكن هل ممكن ننضبط؟ ده الرهان على الجماهير عشان تعود للمدرجه. يعني المشكله في الفتره الاخيره ان الجماهير مع النتائج والتنافس بين الانديه بتسبب مشاكل كبيره جدا جدا في خروج عن النص. فالرهان على الجماهير، الجماهير لما تنضبط بشكل كبير جدا جدا داخل المدرجات هتخلي مهمه كل الاطراف اسهل، مفيش شك المسؤولين عن التنظيم هيتيحوا الحريه في احنا ذات نفسنا متشوقين يعني لحضور الجماهير، لان المباراه اصلا اتعملت عشان الجماهير، مش هيبقى الجماهير على. طب هل احنا بنساعد على ده في الاعلام الرياضي يا كابتن طارق، ولا في بعض وسائل الاعلام الرياضي بتزكي التعصب، بتمسك في اي مشكله وتعمل منها حدوته كبيره فبتساعد على يعني هل احنا كوسط عام، صحافه رياضيه، اعلام رياضي، راي عام، دور الامن طبعا مهم جدا، المسؤولين في الانديه، المسؤولين في الاتحادات الرياضيه، هل كل الناس منشغله بالقضيه دي كما يجب ولا عندنا تقصير؟ كل انا شايف كل اهتمامهم هو ان لما يحضر جماهير هل يعملوا مشاغبات ولا مش هيعملوا مشاغبات. يعني انا عاوز اقول لما مثلا بيبقى في مباراه النادي الكبرى زي النادي الاهلي، نادي الزمالك، الاسماعيلي، انديه شعبيه اللي بتحصل، لما بيحصل مشكله القرار على طول من الجهات الامنيه نقل المباراه وبدون جماهير، عشان الحلول الامنيه دايما هي اللي بنفكر فيها دايما، خاصه احنا الفتره في البلد دي بتمر بمرحله يعني مش عاوزين فيها مشاكل، فطبعا عشان مش عاوزين فيها مشاكل فطبعا بيفضلوا ما فيش حضور جماهير. عشان كده انا بقول لك ان الجمهور هو عليه الرهان. لو الجمهور بينضبط زي مثلا مباراتنا مع المنتخب مع اوغندا الاخيره كان في انضباط وتشجيع للاخر لحد ما ربنا كرمنا الحمد لله بضربه الجزاء وصعدنا لكاس العالم. انا اتمنى ان اللي انت شفته في كاس العالم من التشجيع المثالي ده ولكن بستبعده. الناس بقى تبدا تحاول يعني تشوف الدنيا في البدايه، البدايه اللي هيدي الاطمئنان من عند الجماهير. لما هيحصل كده مفيش شك الاستادات هتتفتح بشكل كبير جدا جدا. ليه؟ لما يبقى الجمهور متعاون، المواطن متعاون، كان كده الجمهور الفتره الاخيره بس هو اللي حصل فيه المشاكل دي بشكل كبير، انه هيسهل المهمه على الاتحادات الرياضيه وعلى الامن وعلى المسؤولين وعلى ادارات الانديه، كل الناس انا شايف ان الفتره اللي فاتت حتى الكلام ازاي بنبحث يعني طرق عوده الجماهير. انا نفسي الجماهير ذات نفسها هي اللي تدي الثقه دي، هي اللي تدي الثقه للمسؤولين ان احنا هنعود وننضبط بشكل كبير جدا داخل المدرجات، بالتشجيع، عدم الخروج على النص، عدم تصدير مشاكل، عدم خروج يعني بألفاظ تصل للبيوت بشكل كبير جدا. كل المشاكل دي هي في ايدين الجماهير. خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار وللجزء الاخير من هذا الحوار. الجمهور بالنسبة لكرة القدم أهم حاجة في كرة القدم، لأن أنا بقالي حوالي بتاع حاجة يعني 50 سنة بشجع كورة. النادي الأهلي بالذات قوته بيستمدها من جمهوره، يعني طول عمرنا الجمهور في ظهر النادي الأهلي. وأنا متابع الفترة اللي فاتت خلال الأسبوع اللي فات سيد وزير الشباب والرياضة جه النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي كان امبارح في الوزارة، وكان نتمنى بس إن هو إن الموضوع يبقى فيه عودة جمهور، لان عودة الجمهور مش في مجلس الاداره بس او في وزاره الشباب والرياضه بس، لا ده موضوع بيخص الدوله كلها وموضوع فيه حاجات امنيه. الجمهور ده هو روح الملعب وهو روح الكوره، اللعبه الجماعيه، ونتمنى ان الجمهور يرجع بطريقه مشرفه بروح رياضيه عاليه، لان كل الوقت بيسعى لعوده الجمهور في المدرجات، خصوصا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بتسعى بكل مجهوداتها بصفة مستمرة عشان خاطر الجمهور يرجع تاني للمدرجات، يرجع بأسلوب رياضي، أسلوب خلوق متطور، أسلوب آمن يرضي كل الأطراف، يرضي
يرضي الجمهور، يرضي الناس، ويرضي امن وامان مصر. والله احنا الفتره اللي فاتت كنا مفتقدين جامد جدا الجمهور، يعني الجمهور احنا زي ما احنا بنقول ان الجمهور تقريبا نص الفرقه لو ما كانش كل الفرقه، يعني هو اللي بيدي حماس وبيدي روح للرياضه وبيدي روح للمنافسه، وبتحس انك عايز تفرح الجمهور وتعمل لهم حاجه، ده مطلوب طبعا. وادينا شفنا زي ما احنا شفنا في كاس العالم الجمهور كان شكله عامل ازاي بمنتهى التحضر ومنتهى الرقي يعني، والجمهور المصري كان مالي الاستاد وبيساند فرقته. فاحنا نتمنى ان احنا نرجع تاني نشوف الكلام ده في الدوري المصري وفي الكاس، ونبدا نساند التاني، ونبدا الجمهور يرجع يعني بطريقه مستمره وبصفه مستمره برده في نطاق التحضر وكيفيه التعامل برده مع الناس، يعني لازم نحترم، يكون في احترام ويبدا. بس يعني المنافسه احنا شايفين المنافسه من غير جمهور ملهاش طعم الصراحه. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي طبعا اكبر جمهور في مصر طبعا، احنا طبعا بننشد كل الجماهير عشان احنا طبعا مجلس الاداره يعني بيحاول محامله، يعني بيحاول محاوله كبيره جدا دلوقتي بقياده الكابتن مصر واسطوره الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره الموقرين، بيبذلوا مجهود كبير جدا على اساس ان هم يعيدوا الجمهور للملاعب تاني، وخاصه جمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي. وبرضه عايز اقول برضه عايز انوه برضه ان جمهور النادي الاهلي بتاعنا جمهور من الجماهير الملتزمه، اللي هي جماهير عريقه ملتزمه بالنادي بتاعها وعارفه بتقول ايه، ما فيش يعني ما يعني برضه كل اللي بيتكلم على ان في ناس داخل جماهير النادي الاهلي بتعمل فتنه وتعمل شوشره وتعمل بلبله جوه النادي، ما عندناش كلام من ده. اولا احنا النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ وقلعه الرياضه المصريه، يعني انا برضو بطلب من الجماهير برضو مهما كان، احنا عارفين جماهيرنا جماهير محترمه وجماهير عريقه، ان برضو نلتزم الاخلاق ونلتزم الصمت ويبقى ماشيين ورا قرارات مجلس الاداره بتاعتنا اللي هي بتناشد بان لازم الجماهير تكون موجوده في قلب الملاعب. عوده الجمهور اكيد هتدي روح معنويه للعيبه، وبرضو ما ينفعش ما يبقاش ليه طعم، وما ينفعش مش هيبقى فيه طعم للملعب والجمهور مش موجود. الجمهور لازم يبقى موجود ويدي روح معنويه للعيبه، ولكن بانتظام وضوابط من غير شغب ولا شتيمه، كله يشجع بروح الفانيلا الحمراء. في عوده ملحه للجمهور انه يبقى موجود مع النادي ولتشجيعه ومؤازرته في الفتره اللي جايه، لان المباريات ما تحسش ان ليها طعم من غير الجمهور، بس يكون في ضوابط، في ضوابط ويبقى في تنسيق مع الجهات الامنيه في الموضوع دوت. في ناس سبقونا ونسقوا وعملوا الموضوع ده باحترافيه شويه، يا ريت النادي الاهلي يكون برضه ليه اسبقيه ان هو يعمل حاجه جديده في مصر، ان الجمهور يخش بضوابط زي ما شايفين كاس العالم كده، في كل واحد داخل في الاي دي بتاعه، في كل بياناته. الكلام ده لو النادي الاهلي عمله فعلا في الاجتماعات اللي هي دايره دي دلوقتي، يا هيكون ليه اثر كويس جدا جدا جدا، وهيكون في امنيا كمان هيبقى كويس بالنسبه للبلد. عايزين جمهور نادي الاهلي يرجع الملعب تاني. لما يكون في جمهور بيبقى في حماس، في جو تاني خالص، لكن طبعا مش على حساب الناحيه الامنيه. فعشان كده نحاول الجمهور يرجع بالتدريج بالتنسيق مع النواحي الامنيه عشان تبقى الامور في السيف سايد. مش معقول عشان هنرجع جمهور يطلع مش عارف قله، يبوظوا لنا الاستاد، يحرقوا مش عارف ايه، والحاجات اللي بتحصل بتصدر صوره لبره البلد. يعني سيبك احنا البلد عارفين، لكن بره البلد بيشوف ايه؟ يقول لك مباراه ايه حصل فيها مش عارف ايه. اخيرا الجزء الدقائق او الدقائق القليله المتبقيه من الحوار بعد ما تابعنا اراء الجماهير وبعض اعضاء النادي الاهلي اللي بيتكلموا عن ضروره عوده الجماهير واهميتها. كابتن طارق، على المستوى الفني بقى، هل بتستمتع بالمباراه لما بتشوفها من غير جمهور وتبقى سامع صدى الصوت لو بتتابعها في التلفزيون مش في الاستاد، واللعيبه ما فيش روح في الملعب وفي المدرجات، هل ده بيأثر فنيا ولا لا؟ روح المباراه الجمهور، يعني خلينا مفيش شك طبعا بتعمل كبير جدا لدى اللاعبين وحتى المدرب. هل اللاعب يقدر يؤدي باعلى مستوى فني وبدني طبعا ومدرجات فاضيه؟ لا، يعني ديت هو بيحاول لكن ما بيوصلش للاداء الاعلى. تصور ادائك مع جمهور مفيش شك، يعني شوف النهارده اللي فارق مع في بطوله كاس العالم ان حضور الجماهير الكبير جدا من كل الدول. يعني شوف مثلا مباراه روسيا الاخيره، الجمهور قد ايه الروسي على الاقل كمان كان في المدرجات. كل ده بيدي، يعني انت شفت اللعيبه حتى وهي بتشاور للجمهور
عشان في الدقائق الاخيره سامعين كمان اهو صوت الجماهير في المباريات اللي كانت ممتلئه بالجمهور في الاستادات. يعني انت لو بتشوف على الشاشه جمهور النادي الاهلي يعني جمهور كبير جدا جدا في مباريات. بص عامل ازاي، شوف انت العدد ده لما مثلا استاد القاهره او استاد برج العرب 80,000 متفرج في الشكل بيديك طاقه انت ذات نفسك بالاضافه للطاقه وبيخلي اللعيب يوصل لاعلى مستوى فني في الملعب او اعلى كمان اداء بدني. الجمهور هو كمان اللي بيعمل فوارق بين الانديه. يعني الانديه صاحبه الجماهيريه لما انت بتبقى انا زي مثلا زمان لما كنت مع نادي الاتحاد، نادي الاتحاد له شعبيه كبيره جدا طبعا. في اسكندريه ونادي الاهلي ليه شعبيه، لما كنا بيتقابل الجمهور ده يعني انت ذات نفسك بتحس ان ركبك بتخبط في بعض. شوف في لعيبه ذات نفسها لما بتشوف الجمهور يعني دلوقتي مع عدم وجود جمهور في المدرجات حتى الانديه الجماهيريه دي بتفقد جزء من مميزاتها في الملعب. الامور متساويه بيفرق خبرات اللاعبين، خبرات الاداء التكتيكي داخل الملعب، الاداء البدني بيفرق كتير، الاستقرار الاداري ومستوى الجهاز الفني. لكن فوارق في الجمهور مفيش حتى على الحكام، ده بيضيع جزء من حلاوه اللعبه نفسها. ضغوط كبيره جدا الجمهور بيمارسها مفيش شك طبعا، وبيدي حتى يعني انت شوف اللوحه اللي ورانا دي بتزين قد ايه الاستاد. نتمنى زي ما حضرتك قلت وراه كتير قالت كل واحد يقوم بدوره على اكمل وجه، وان الجماهير كمان تعي دورها وان هي الاساس في عوده الجماهير والسماح لهم بملء الاستادات والمدرجات. اخيرا سؤال سريع جدا كابتن طارق، هل نتوقع الفتره الجايه كابتن طارق العشري تجربته القادمه في التدريب ان شاء الله هل تكون داخل ولا خارج مصر؟ الاقرب خارج. خارج مصر في بعض الاتصالات او المفاوضات ان شاء الله. في النهاية بنتمنى لك التوفيق ونشوف تجربة أخرى ربما مثل التجارب الناجحة السابقة أو تفوقها نجاحا إن شاء الله، وبنسعد بيك دايما في النادي الأهلي وعلى شاشة قناة الأهلي يا كابتن. شكرا، سعدت بتواجدي معاكم وكل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. مشاهدينا في نهاية هذا الحوار بنشكر نجمنا الكابتن طارق العشري نجم الاتحاد السكندري والكرة المصرية سابقا، وواحد طبعا من أفضل المدربين المصريين وأصحاب البصمات واللي حققوا بالفعل بطولات وإنجازات في الفترة السابقة، ونتمنى له أن يستمر مشواره بنفس القدر من النجاح وأكثر إن شاء الله في المرحلة المقبلة. نشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.